بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بكم. نظرا لان مايكروسوفت اعلنت اليوم بشكل رسمي عن الموعد النهائي لصدور ويندوز 11 في 5 اكتوبر، فكان من الواجب انها تقدم معلومات عن ميزه دعم تطبيقات والعاب الاندرويد في متجر تطبيقات مايكروسوفت. اهم ميزه كانت منتظره في نظام التشغيل الجديد ويندوز 11 هي دعم النظام لتشغيل العاب وتطبيقات الاندرويد دون محاكي، التي تم الاعلان عنها بشكل رسمي اثناء حدث مايكروسوفت في 24 يونيو الماضي للاعلان عن نظام التشغيل ويندوز 11. قالت مايكروسوفت في الحدث ان نظام التشغيل ويندوز 11 سوف يكون داعم لتشغيل تطبيقات والعاب الاندرويد على الكمبيوتر دون محاكيات، والموضوع ده كان من خلال دعم متجر تطبيقات مايكروسوفت لتطبيقات الاندرويد بالشراكه مع امازون اب ستور متجر امازون. واليوم تقول مايكروسوفت ان هذه الميزه تؤجل للطرح في الاشهر المقبله من بدايه عام 2022، وسوف تتوفر للمطلعين اولا، يعني هتتوفر الميزه اولا للمطلعين او لمستخدمين ويندوز 11 المشتركين في برنامج ويندوز انسايدر على قناة المطورين. وهذا يعني أن دعم تطبيقات الأندرويد في نظام التشغيل ويندوز 11 سيتم إدراجه رسميا في وقت ما في عام 2022 على أقرب تقدير. ممكن يكون الكلام ده من خلال تحديث ميزة في ويندوز 11 على حسب الجدول الزمني اللي هتحدده مايكروسوفت للتحديثات، كما كان في ويندوز 10، أو قد يتم تغيير الجدول الزمني الخاص بتحديثات ويندوز. على حسب ويندوز 10 كان في تحديث ميزة بيتم إصداره في منتصف العام ممكن يحمل الرقم 22H1، وأيضا كان في تحديث ميزة آخر بينزل في آخر العام ممكن يكون إصداره 22H2، أو ممكن ميزة دعم تطبيقات وألعاب الأندرويد على نظام التشغيل ويندوز 11 تتوفر كتحديث رئيسي منفصل من خلال خدمة تحديثات ويندوز. وقد يظهر تبويب خاص بمتجر أمازون أب ستور في متجر تطبيقات مايكروسوفت، يعني على سبيل المثال ممكن يكون في تبويب خاص يجمع تطبيقات وألعاب الأندرويد داخل متجر تطبيقات مايكروسوفت خاص بمتجر أمازون، تقدر من خلاله إنك تقدر توصل إلى تطبيقات وألعاب الأندرويد وتثبتها على جهازك. ودي كانت الإجابة عن متى ستتوفر ميزة دعم تطبيقات وألعاب الأندرويد على ويندوز 11. طبعا زي ما قلت لحضراتكم تؤجل إلى وقت ما في عام 2022، وسيتم إصدار ويندوز 11 النهائي في 5 أكتوبر دون دعم لهذه الميزة في الوقت الحالي، وقد تتوفر في وقت آخر في بداية عام 2022 أو في آخره بأي شكل أو بأي صورة. ده اللي احنا هنعرفه إن شاء الله وقت ما تتوفر الميزة. بس كده حضراتكم، وده كان موضوع الفيديو، خبر تأجيل دعم لميزة تطبيقات وألعاب الأندرويد على ويندوز 11 الى العام المقبل. نتمنى ان نكون قدرنا نقدم لحضراتكم شيء مفيد ينال اعجابكم، وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.